ومتابعين من جامعة حلب، تحية أكيد عن جديد لكل مشاهدي الإخبارية السورية، وهيك إن شاء الله يا رب لكل أهالينا بحلب دائما النصر، حليف كل الناس وطلاب جامعة حلب يلي موجودين. بدي أوجه لكم تحية كثير كبيرة. محطتنا التالية مع سيدة ومحاضرة بالجامعة، فإلى جانب عملها المجتمعي استطاعت أن تحافظ على دورها التعليمي. واليوم ضمن هالصرح التعليمي حنلتقي مع سيدة سورية حلبية حولت وقتها بين خدمة المجتمع من خلال جمعية لرعاية الأطفال المصابين بالسرطان، وبين دورها بتقديم معلومة وحرفة من خلال تواجدها كمحاضرة بكلية الفنون الجميلة قسم التفصيل والخياطة. بدنا نرحب اليوم بصباحنا غير بالسيدة مزنة العلبي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي وطارولورا. صباح النور. صباح النور واهلا وسهلا فيكم بحلب، نورتوا حلب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني طبعا كنا عم نحكي عن دورك كمحاضرة بكلية الفنون الجميلة وايضا العمل المجتمعي والانساني. خلينا نقول اول شيء خلينا نتعرف عليك كونك محاضرة بكلية الفنون الجميلة، المحاضرات اللي عم طبعا عم تلقيها للطلاب، وخاصة كنا عم نحكي عن صمود جامعة حلب. مزبوط صح. تقريبا بال 2014 انا تقدمت لجامعة حلب باسم محاضرة للتصميم والأزياء. أنا أكاديميا خريجة لندن تصميم أزياء وخياطة، وبنفس الوقت كمان أنا صناعية من سيدات الأعمال الصناعة، يلي كان عندنا خبرة سابقة في موضوع مجال تصميم الأزياء والخياطة والتفصيل. وطبعا الكلية كانت بحاجة وراغبة لهالخبرة ننقل للأطفال، يعني خلينا نقول لأن نحن من متطوعين، لأن نحن نحكي عن كنا جمعية، فننقل نحن للكادر الطلابي خلينا نقول بفترة يعني كانت صعبة وعصيبة. يعني وقت كنا ننزل على الجامعة كانت القذائف وكتير شغلات كانت تصير، وكنا صامدين لهذا الشيء هذا. والحمد لله اليوم الجامعة مزدهرة وفي طلاب تخرجوا وعملوا تخرجون. أنا سنتين كنت لسنة رابعة تخرج، وبعدين استلمنا سنة ثالثة وسنة ثانية، عم نستلم بالتدريج حسب ما يتطلب الوضع. نعم. ست مزنة، يعني من سنتين أكيد كانت الإخبارية السورية ورحنا التقينا مع حضرتك أكيد. مع عمل حضرتك والفريق كاملا صحيح. لرعاية مرضى صحيح. السرطان، ويمكن تأمين كل مستلزماتهم واحتضان الأطفال المرضى، يعني بالإضافة لعملك كمدرسة اليوم بالحرب على سوريا وعلى حلب خاصة، التجأت إلى هذا العمل والاهتمام بالأطفال المحتاجين لإلك. خلينا نحكي هذا العمل شو قدم له لمزنة، شو أضاف له لمزنة؟ كثير كثير أضاف لمزنة، أنه نحن ضمن حرب تلاقي أكثر من 300 متطوع يتطوع لدعم أطفال مرضى السرطان ضمن حرب وضمن أزمة كبيرة بسوريا، تلاقي الناس عم تتضافر لتدعم أطفال مرضى السرطان. هذا شيء يعني، ونحن رغم كل هاد، رغم دمار كتير كبير خلينا نقول للصناعيين وللتجار، مع ذلك هن واقفين وصامدين بحلب وبكل سوريا صح. لدعم هالأطفال هدول، لدعم المجتمع بكامل وما بس أطفال مرضى السرطان. يعني فعلا فعلا بهي الأزمة هي بالذات أو بالحرب خلينا نقول، يعني ما بقى نصفي نقول أزمة لأن هي فعلا كانت حرب كونية على سوريا، بهي الفترة هي بالذات بتشوفي معدن الناس الصح، هذا المعدن الصح بتشوفيه بهالناس هي. وفعلا تعلمنا وفعلا صار عنا خلينا نقول قوة ومتانة أكتر، والأهم من هيك أنه صار عنا ثقة بقيادتنا أكبر. أكيد صراحة. ست مزنة، يعني خلينا نحكي أنه يمكن الأطفال المصابين بالسرطان كتير بيشبهوا حلب بالرغم صح. من هالقصص اللي صابتها وظروف الصعبة اللي كانت عم تمر عليها، لأنه كانت قوية جدا جدا جدا، حجار قلعتها كانت صامدة صح. كانت ما متشبثة بهي الأرض طبعا اللي هي مثل ما قلنا بالمقدمة أرض سيف الدولة والمتنبي، أرض الجيش العربي السوري صح. أرض شعب حلب الصامد. يمكن هي التجربة اللي مرينا فيها بسوريا وبشكل خاص بحلب بما أننا موجودين بحلب كتير أثرت على نفس كل شخص فينا. حضرتك عم تحاضري بكلية الفنون
وايضا عم ترفضي يمكن الصبايا اللي عم يشتغلوا بهي الكليه بايضا مهنه. فخلينا نحكي اليوم عن ربط الشيء النظري بالشيء العملي، تامين فرص العمل. نحن هلا يمكن الشباب الحلبي او الصبايا الحلبيات كثير بحاجه لهم هالفتره. تمام. هلا اكثر الشباب اللي تخرجوا من الجامعه، صحيح انه انا بالاتفاق كان مع يعني مستضيفين الدكتور مصطفى، انا كثير مرسل له التحيه والسلام هالمناضل هذا عن جد الدكتور مصطفى. كان في اتفاق مع بعض المعامل اللي نحن يكون ضمن هالخبره هي، الطلاب اللي تخرجوا يكونوا ضمن هاي الخبره هي، وفعلا خضعوا لدورات تدريبيه من غرفه صناعه حلب، وبنفس الوقت صاروا ضمن معامل، وهلا حاليا عم بينتجوا من تصميمهم، من تفصيلهم، من انتاجهم، من شيء اللي عم يشتغلوه بالكامل بالعمل التفصيل والخياطه. ومع ذلك نحن حتى بالجمعيه عملنا شيء كمان كادر للامهات، عملنا نفس الترتيب انه نحن كمان دربنا امهات اطفال مرضى السرطان، كمان صار في عندهم كمان رفضناهم مع معامل ثانيه او مثلا ورشات خلينا نقول بسيطه بتقدر تشتغل تنتج كمان وتساعد عيلتها. هذا العمل اللي نحن عم نشتغله كمساعده ما بين الجامعه ما بين الجمعيه ساعد كثير طلاب وساعد كثير اهالي. نعم للدعم. نعم ست مزنا، خلينا نحكي عن حالة النصر، خلينا نحكي عن حالة الفرح ضمن عملك. عم تشوفي حالات من بتزعل، حالات من السرطان، وهمك يمكن وهم الجمعية تأمين الأدوية لشفاء هدول الأطفال، ولكن اختلفت حياتنا بعد النصر، نفسيتنا اختلفت، نفوسنا صارت أريح، صح وكتير ناس رجعوا عبيوتها، كتير ناس ارتاح أكثر. صحيح. خلينا نحكي عن هالحالة، وحتى إن كان الكادر المتطوع معك أيضا. مزبوط صحيح. الاختلاف جذري بين إنه أنا يعني اليوم يعني إن شاء الله يا رب رح أرجع على البيت ولا لا، بين هلا أنا بضل الساعة 11 أو 12 بالليل أو وحدة وأنا عم بأنجز. الكادر اللي حضرتك تعرفتي عليه وكنتي أنت موجودة بيناتنا، ونحن ضمن أسرة، عم نحضر هلا لراس السنه احتفاليه كثير ضخمه لاطفال مرضى السرطان. ان شاء الله بتشرفونا كمان بتكونوا معنا. هن الاطفال نفسهم هن اللي عم بيزينوا، هن اليوم عم بيشتغلوا بشجره الميلاد، هن فرحانين بهذا النصر مع الفرح. يعني اليوم نحن كمان باعياد الميلاد بنوجه لكل اخوتنا اللي معنا بكل سوريا عيد مبارك وعيد مجيد اكيد لهم، لكل الناس اللي فعلا وقفوا مع سوريا كشعبا وقائدا لنصر سوريا. نحكي الصراحة فعلا تغيرت النفسية تماما، صرنا نحن نازلين نحن فرحانين انه نحن في امل ببكرة، وبكرة اكيد احلى. نعم نعم. خلينا نحكي ست مزنا، بما انه كمان عندك جمعية لرعاية الاطفال المصابين بالسرطان، وشفنا يعني باخر كم سنة صار ممكن في وعي اكثر لهذا المرض، وعي اكثر مساعده هالاطفال، لانه مرينا بظروف صعبه فصرنا نحس ببعضنا بكل التفاصيل الصغيره. تمام. اي يمكن حاله اثرت عليكي حسيتيها هي الحاله ما بتنسيها طول ما انك عايشه، حاله ان كانت من الاطفال اللي كانوا معكم بالمركز، كلام ممكن تتذكري، لانه دائما الكلام الصادق بينطبع بالذاكره، فخلينا نحكي عن شيء موقف. نحن عشنا مع الأطفال اللي كانوا بحاجة فعلا للدعم، لكن ربنا يعني افتقدوا هدول اللي يعني أطفال كانوا صغار كانوا بحبوا الحياة، لكن كنا بظرف بنرجع بنقول كان ظرف صعب، يعني حصار 40 يوم كان لحلب، كان حصار جائر. هاي فعلا كان في مقولة اللي أنا أملي، طفل صغير كان عمره يمكن بنتذكره كلياتنا اسمه محمد الحسين، كان يقول لي انا املي بربي وبالجيش العربي وان شاء الله راح اشفى، بس المرض يعني كان كثير صعب وكان اكل كثير من جسمه. يعني الصراحه هي الكلمه اللي انا ما بنساها، ولغايه الان نحن في تواصل مع اسرته، فلغايه الان بتجي والدته، ولغايه الان بتتابع بالجمعيه وبتقول لي انا بشم ريحه محمد بهي هالجمعيه، هي اسره محمد. فانا الله دائما الله يرحمه الله يسلمك. ومع ذلك نحن يعني في عنا اللي يشوفوا شفاء تام، فرح نحكي عن هاي المرحلة، لأن هي فعلا رغم 7 سنين خلينا نقول أو صعبين. كانت صعبة، لكن تم شفاء 22 طفل شفاءته. هاي حالة استثنائية. 64 طفل قيد الشفاء ضمن المراقبة إن شاء الله يا رب. يعني اليوم حصار وحرب وكذا نطلع بهيك نتائج، فمعناته نحن قدام أدمين
من متطوعين وحتى أطباء وحتى كادر طبي أو استشاري أو حتى داعم. أكيد ما في شك يعني. لأنه الحمد لله يصير هالنتائج هي جيدة. نعم. ست مزنة يمكن حالة الحنان يلي بحاجة له الأطفال من بعد هاي الرياحة ومن بعد يمكن من بعد الانتصارات وعودتهم أيضا إلى بيوتهم بعضهم قديش عكست على الكبار قبل الصغار، وخلينا نحكي عن نقطة قديش يمكن هلأ تشركوهم بفعاليات لحتى يشاركوا فيها لحتى يجوا على الشام مثل ما شفنا كمان. خلينا نحكي عن هاي النقطة. نحن عملنا بدار الأوبرا ما يقارب 85 طفل مصاب بالسرطان كانوا عم بيغنوا على المسرح. كان شيء رائع كتير، عم بيغنوا عن حلب. نعم. جايين من حلب ليغنوا في دمشق في دار الأوبرا، دار الأوبرا العظيم. كان فرحتهم لا توصف. عملنا لهم جولة كتير كبيرة في دمشق، يعني كان متفرغ بعض المتطوعين وبشكل كتير كبير لدعمه للوقفة معهم ليكونوا معهم بكل مفاصل حياتهم خلال 5 أيام. حلو. في دمشق. بنفس الوقت كمان اندعينا إلى الساحل السوري، وكنا في زيارة للقائد الخالد الله يرحمه فعلا، وأخذنا من صموده ومن كلامه. كان يحكي عن كلام كتير كان قوي، شفناه الله موجود حاليا. نعم. كنا في البحر وكان في ما يقارب كمان شي 35 طفل. هذا الشيء اللي نحكي فيه الأطفال لما بيطلعوا للمحافظات، هن عم بيزوروا هالمحافظات وعم بيشوفوا كمان صمود محافظات أخرى وفرح المحافظات الأخرى في النصر، نصر حلب ونصر سوريا. هذا شيء كتير كان رائع بالنسبة للأطفال وللكبار. نحن عم نستمد عن جد منهم قوة، عم نستمد منهم فرح، تلاقيهم فرحتهم ضحكتهم. وجودهم بقلعة حلب رائعة. كمان قديش كان حلو. كانت رائعة طبعا، انه في حدا عم بيهتم فيهم، في حدا عم بيتابعهم. الكلام اللي عم بيشوفوه هو صعيب بسيط، ونحن واجب علينا كل حدا يجي يدعم اطفال مرضى السرطان، بس هن عم بيشوفوه بشغلة كتير كبيرة. يعني انه في حدا مهتم فيه. تماما معنويات كثير عاليه، ويمكن نحن ناخذ معنويات منهم. صحيح. مزنة يعني بيقولوا سماهم في وجوههم. صحيح. وانت حضرتك ايضا وشك كثير هيك سمح وطيب، فهذا كمان دليل قد ايه في يمكن طيبه بالتعامل مع الاطفال. خلينا نحكي عن المشاريع الجديده، ان كان كمحاضره بكليه الفنون، ان كان مشاريع للصبايا اللي حابين يتعلموا مهنه معينه، او ايضا من خلال الجمعيه اللي عم تعنى بالاطفال المصابين بمرض السرطان. هلا ليك هاي السنه انه بال2019 رح يكون في شيء كثير حلو ان شاء الله قريبا، يعني نحن ما اعلنا عنه، بس في شيء حلو مع الجامعه، انه الطلاب اللي رح يتخرجوا رح يكون في لهم تامين فرص عمل وبشكل كثير كبير. نعم. من خلال غرفه صناعه حلب. نعم. بنفس الوقت نحن كجمعيه في عنا كثير امور رح تصير اللي هي العلاقه بموضوع يمكن ان شاء الله رح يصير في تعاون مع مشفى حلب الجامعي. نعم. رح يكون في لنا وحده متكامله مع المشفى من خلال الجمعيه، اللي يكون فيها أطباء ومتابعة بشكل كتير كبير. ما قصروا، مشكورين مشفى الجامعة، مشفى حلب الجامعي، ونفس الشيء وزارة الصحة كمان، مديرية صحة حلب كمان ما قصروا، ومتابعين طبعا المتبرعين. هاي السنة بنتمنى يكونوا بازدياد لدعم أطفال مرضى السرطان، لأني فعلا نحن في عنا حالات شفاء، يعني هذا المرض يشفى منه، مو انه هالمرض الخطير، هو بس بده متابعه، بده الكشف المبكر عنه. نعم. ست مزنة يعني بنهايه لقائنا مع حضرتك، نحن اكيد اليوم كثير مبسوطين باحتفاليه النصر للسنه الثانيه على التوالي انتصار حلب، انتصار الشهباء. لمين بتحبي توجهي كلمتك الاخيره، كلمه صمود، كلمه حلوه نابعه من الحلبيه لكل الناس؟ اكيد انا بدي اشكر جميع الناس اللي صمدت في حلب رغم الأساوى اللي صارت، وما زلنا مثلا كان ما في مازوت وما في غاز وما برد في ما كتير. في يعني نحن ما عرفنا البرد لاجينا على حلب. تمام. رغم كل هاد صامدين. صحيح. تجي الكهرباء بتلاقيهم فرحانين. انا فعلا هدول هالناس فعلا راح اوجه لهم التحيه. صار لحظه بكل تفاصيلها. تماما. تأقلم مع الامبيرات. تماما. مع الامبيرات، مع جرات الغاز، مع فقدان عدد شيء معين، بس ما شاء الله المحافظه ما بتقصر، عم بتتابع امورها بشكل كتير كبير. اكيد بدي اشكر المتطوعين الدائمين لدعم اطفال مرضى السرطان،
ولو خلينا نحكي لدعم كل حلب وكل سوريا لأني نعم. كل حدا عم بيشتغل تطوعي فهو نحن نابع من القلب رح نتشكره يعطيكم العافية وشكرا كتير كتير لجهودكم ولكم ما شاء الله عليكم قاعدين اليوم وموجودين هون لكل الكادر يعني نعم. تحيتنا لكل الكادر الفريق وتحية من القلب لأطفال مرضى السرطان اللي أكيد أنا ضمن زيارتي رح أتوجه على المشفى وزورهم لأنهم عن جد بياخذوا العقل خلينا الأولاد إن شاء الله يا رب هيك الله يشفيهم الله يحميهم الله يبعد هالمرض عن كل الناس يا رب إن شاء الله يا رب ميرسي كثير لك ست مزنة شكرا لك ست مزنة ومثل ما قالت عليا أكيد رح نتوجه لعندكم كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة أيضا بمشفى الأطفال بدمشق وأكيد نحن موجودين قدام كل طفل عم بيعاني من أي تفصيل صغير فما بالك السرطان نحن كلنا رح نكون إيد واحدة فعلا لحتى يشفوا إن شاء الله من هذا المرض شكرا لوجودك معنا ست مزنة